للأسف يعني نحن نقوم بعمل تطوعي متكامل، كل ما يتعلق بعملنا هو عمل تطوعي، سواء الأشخاص الموجودين لدينا أو المسؤولين عن هذا المركز. لكن عندما تصل الأمر إلى إحالة الملفات ضمن الولاية القضائية للدول، أنت تحتاج محامين محترفين من هذه الدول. يعني لا يمكن أن تقيم دعوة في بلجيكا أو في هولندا، أو أنت مجرد أن ترسل الأوراق هناك، أنت تحتاج محامي الذي يعرف تفاصيل قوانين البلد، ويجب أن يكون محامي متمكن جدا وربما متميز جدا حتى يستطيع أن يحرز نتيجة في هذه القضايا. تحتاج إلى ترجمة وثائق، تحتاج إلى تهيئة آراء قانونية مساندة لها علاقة بالنظام القضائي القائم في البلد، إضافة إلى ما تقدمه أنت أو ما نقدمه نحن كمركز من كل التفاصيل المتعلقة بوضع العراق ونظام القضايا في العراق وعدم إمكانية المحاكمات في العراق. للأسف هذا ما منعنا، يعني وصلنا إلى هذا الحد منذ سنوات طويلة. الذي منعنا هو عدم وجود تمويل. يعني نقولها صراحة، يعني حدود قدراتنا تنتهي عند هذا الحد. لا يمكن يعني أنا كمدير مركز أن أذهب إلى محكمة وأقدم الدعوة أنا شخصيا، أحتاج إلى محامي متمرس معترف به في ذلك البلد هو الذي يتولى هذا الأمر. وللأسف لم نجد من ممكن أن يهتم بهذا الجانب، حتى من الجهات التي يمكن أن يكون لديها اهتمام. وشرحنا هذا الأمر أكثر من مرة، وربما أكتفي بهذا القدر عنه. يعني هذا اللي أفهم من كلامك، بأنه هذه المنظمات غير الحكومية يعني إلى حد ما هي يعني مطوقة بأدائها، لا تمتلك كافة مساحات العمل في داخل النظم القانونية للدول اللي تنشط بها بسبب بعض القيود. هي ليست قيود دكتور، هي مثل ما نقول صلاحيات، يعني مدى حدود عمل هذه المنظمات. يعني المنظمات هي تجمع المعلومات وتلقي الضوء عليها وتعمل التحليلات القانونية اللازمة وترفعها إلى كثير من الجهات، وحتى قد ترسلها إلى المحاكم. لكن أنت هنالك في المحكمة ستحتاج إلى محامي معتمد في الدولة. يعني لا يمكن لأي شخص أن يتابع هذه القضايا إذا لم يكن هنالك محامي معتمد في الدولة، يعرف لغة هذه الدولة، يعرف قوانين هذه الدولة، يعرف طريقة النظام القضائي في كل دولة يختلف عن الدول الأخرى. وبالتالي من الصعب، يعني وصلنا إلى هذه الصعوبة يعني.